الرحيم. في البداية أشكر مجلة الجندي على هذا هو الدعوة للقاء. أحب أعطي فكرة بسيطة عن معنى التكريم هذا. هو تكريم أو تزكية واختيار مستشفى زايد ليكون أول مستشفى في دولة الإمارات لبرنامج البورد الإماراتي. البورد الإماراتي عبارة عن برنامج تدريبي للأطباء، وفي نهاية هذا البرنامج يحصل الطبيب على درجة استشاري في التخصص سواء الباطنية أو طب الحوادث وطب الأسرة، ويعتبر من أرقى أو أكبر الشهادات، حيث يكون يعني مصنف كتير 1 يعادل البورد الكندي، طبعا بالتنسيق مع الجامعات الكندية. نشكر القائمين على البرنامج من دائرة صحة أبوظبي على تعاونهم الدائم. كذلك نشكر قيادتنا على الدعم اللامحدود بما يتعلق بالدارسين، ولقيادة سلاح الخدمات الطبية ومستشفى زايد بما يتعلق بالأجهزة والمعدات الطبية والبرامج والدعم المادي والمعنوي.